الحمد لله اليوم توجنا بزيارة والتكريم من قبل متفقدين من مختلف ولايات أخرى. زيارة هذه جات في إطار تطلع على الطرق التعليمية الحديثة منها طريقة مونتيسوري، وإحنا منذ تأسيس المؤسسة هذه طموحين باش نطوروا إلى الأفضل إن شاء الله. هي الحقيقة استقبال، احنا نستقبل وفد قادم لنا من ولاية المنستير، هما زملائنا ومناضلين قطاع الطفولة المبكرة. الحقيقة هي في إطار تعاون بين مندوبيات وبين جمعيات الناشطة في ولاية الزوز والمهتمة بالقطاع. احنا عندنا لهنا رائدة في ميدان الطفولة المبكرة، وقع زيارة ثلاث مؤسسات، هذه المؤسسة الثالثة في الزيارة متاع الوفد هذايا. سعداء بأنهم نكونوا مستقطبين لزملائنا ومعرفين بنشاطنا وبكفاح المؤسسات لفائدة الأطفال في الطفولة المبكرة.